الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت بعض الناس عندنا يقول الخطاب الديني عندنا خطاب يقول سمعت بعض الناس عندنا يقول الخطاب الديني عندنا خطاب ديني إقصائي، فهل كلامه صحيح؟ نعم، هذا كلامهم كلهم، ما هو بس عندكم، يقولون إقصائي وإنه مصادرة لآراء الناس وإلى آخره، اتركوهم لا يهمكم شأنهم. نعم.